بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المحاضرة: إكثار النبات (Plant Propagation)، ويقسم إلى إكثار النبات، يقسم إلى الإكثار الجنسي (Sexual Propagation). يعرف الإكثار بأنه زيادة عدد أفراد النوع النباتي للمحافظة عليه والعمل على انتشاره، ويتم عادة بطريقتين، وهي طريقة الإكثار الجنسي وتسمى (Sexual Propagation)، أو طريقة الإكثار اللاجنسي الخضري (Asexual or Vegetative Propagation). نأتي إلى القسم الأول من الإكثار، وهو الإكثار الجنسي (Sexual Propagation)، وهو إكثار النباتات باستعمال بذور حاوية على أجنة جنسية ناتجة من عمليتي التلقيح والأخصاب، ويعتمد مدى تشابه النبات الجديد الناتج من زراعة هذه البذور على التركيب الوراثي النبات الأم التي أخذت منها تلك البذور. فإذا كان النبات الأم متشابه الزيجة (Homozygous)، فإن النباتات الناتجة تكون في الغالب مشابه للنبات الأم في التركيب الوراثي، كما هو الحال في معظم نباتات الزينة والخضار والنباتات البرية الحولية. أما إذا كان التركيب الوراثي غير متشابه الزيجة (Heterozygous)، فإن النبات الناتج لا يتشابه مع النبات الذي أخذت منه تلك البذور، كما هو الحال في معظم الأشجار والشجيرات، الفاكهة والزينة، والنباتات العشبية المعمرة من محاصيل الخضر والزينة. أما بالنسبة للقسم الثاني من الإكثار، فهو الإكثار اللاجنسي الخضري (Asexual or Vegetative Propagation). يتم هذا النوع من الإكثار باستعمال أي جزء من جسم النبات عدا جنين البذرة الجنسي، وهذا الجزء المستعمل قد يكون جزء من فرع أو ورقة أو قطعة من نسيج مأخوذة من زهرة أو ثمرة أو مجموعة خلايا تستأصل من الخلايا الجسمية، وغالبا ما تتشابه تلك الأجزاء المستعملة في الإكثار مع النبات الأم التي أخذت منه من ناحية الصفات الوراثية. وللإكثار اللاجنسي أو الخضري عدة طرق، أهمها أولا الإكثار ببذور الحاوية على أجنة خضرية، ثانيا الإكثار بالعقل أو التطعيم أو التركيب أو الترقيب، ثالثا الإكثار بالأجزاء المتخصصة في الفسائل أو الخلفات وغيرها، وأخيرا الإكثار بتقنية زراعة الأنسجة النباتية تشو كلتشر، والذي يعرف بالأكثار الدقيق (Micro Propagation). نأتي إلى الشق الأول من الإكثار، وهو التكاثر الجنسي بواسطة البذور (Sexual Propagation). قبل الدخول إلى هذا القسم من الإكثار وبتفاصيله، يجب التعرف على أجزاء البذور الناضجة، إذ أن هذه البذور تختلف فيما بينها من ناحية الحجم والشكل واللون الخارجي والتركيب الداخلي ومقدار طبيعة الغذاء المخزون والقابلية على الخزن فيما بينها من ناحية بين النباتات. وتتكون معظم البذور من أجزاء التالية: أولا الجنين، يختلف الجنين في المظهر باختلاف البذور، وذلك بسبب الاختلاف في الشكل والتمايز (Differentiation) في أجزاء الجنين المختلفة، وتتكون كل الأجنة من نفس الأعضاء ما عدا شواذ قليلة. أما أعضاء الجنين في معظم البذور فهي تشمل: ألف الرويشة، وهو عبارة عن فرع أثري، باء الفلقات، وهي عبارة عن أوراق فلقية، وتقسم النباتات على أساس عدد الفلقات في البذرة إلى نباتات وحيدة الفرقة ونباتات ذوات الفرقتين. وفي نباتات معرات البذور مثل الصنوبر قد يصل عدد الفلقات في البذرة الواحدة إلى 15 فلقة. أما الجزء الثالث من الجنين فهو السويقة الجينية السفلى (Hypocotyl)، وهي جزء الجنين الذي يقع بين موقع اتصال الفلقات والطرف العلوي للجذع، وقد تكون قصيرة جدا في بعض البذور. وأخيرا الجذير أو جذر الأثري. القسم الثاني أو الجزء الثاني من البذور هي أنسجة الخزن. قد تكون أنسجة الخزن في بذرة فلقات أو السويداء أو البيرسيل، وتسمى البذور تكون فيها السويداء كبيرة وتحتوي على معظم الغذاء المخزون بالبومينا سيدز. أما البذور تكون فيها السويداء عبارة عن طبقة رقيقة تحيط بالجنين أو تنعدم فيها السويداء فتسمى X albumina seeds، وفي هذه الحالة يوجد الغذاء المخزون في الفلقات، أما السويداء فتستهلك من قبل الجنين أثناء نموه، وتنشأ البيرس سبيرم من نسيج الأجزاء الذي يمتلئ بالغذاء في بذور بعض النباتات. الجزء الأخير من البذور الناضجة هي أغلفة البذرة. قد تتكون أغلفة البذرة من أكثر من بويض وبقايا نسيج الأجزاء أو السويداء، وأحيانا أجزاء من الثمرة، وتعرف أغطية أو غرفة البذرة بالقصرة (تستا). وعند وجود غلافين للبذرة يكون الداخل منها عبادة عادة رقيقا وشفافا، أما الخارج فيكون صلبا وخشنا، وتوجد بقايا السويداء والجويزاء داخل الغلاف الداخلي، وأحيانا توجد بشكل طبقة مستمرة ومميزة حول الجنين.
وبذلك يسهل تداول البذور نخلها وخزنها. كما أن أغرفة البذور تلعب أحيانا دورا هامة في سكون البذور، كما الحال في بذور بعض أنواع الفاكهة. أنواع البذور تقسم البذور من ناحية التركيب التشريحي إلى قسمين رئيسيين، هما أولا البذور وحيدة الأجنة، تحتوي هذه البذور على جنين واحد وهو جنين جنسي، وتكون صفات النباتات الناتجة منها مخالفة لنبات الأم التي أخذت منها البذور في معظم الأحيان، مثل بذور أغلب أنواع الفاكهة كالخوخ، المشمش، الأجاص، الكمثرى، السفرجل وغيرها، وبذور بعض نباتات الغابات. أما النوع الثاني من البذور فهي بذور متعددة الأجنة، تحتوي هذه البذور بالإضافة إلى جنين جنسي على أجنة خضرية. التركيب الوراثي لهذه الأجنة يكون مشابه للتركيب الوراثي لأنسجة النبات الأم التي أخذت منها تلك البذور. ومن أنواع البذور التي يوجد فيها أكثر من جنين هي بذور بعض أنواع الحمضيات، المانجو، التي تحتوي بذور الحمضيات في أغلب الأحيان على عدد يتراوح من 3 إلى 12 جنين في البذرة الواحدة. ظهرت تعدد الأجنة في البذور يمكن أن تسمها في الأوبوماكسيس، ويمكن تعريف ظاهرة الأوبوماكسيس بأنها تكوين الأجنة لا يتم بطريقة واحدة في جميع أنواع النباتات، حيث يكون هناك بعض الأنواع التي تكون فيها أجنة بطرق مختلفة تختلف عن الطريقة العادية. إن العملية التي يتم بموجبها تكوين أجنة بدون أخصاب تعرف بالأوبوماكسيس، أي أن الأوبوماكسيس هي العملية التي يتم بموجبها تكوين أجنة بدون حدوث عملية الأخصاب. وهنالك 4 أنواع من ظاهرة الأوبوماكسيس. النوع الأول اللي هو نون ريكارنت أوبوماكسيس، في هذه الحالة تشمل شقين. الشق الأول يتكون الجنين من خلية البيضة دون حدوث أخصاب، يطلق على هذه العملية بالهابلويد بارثينوجينيسيس، أو قد يتكون الجنين من خلية أخرى في الكيس الجنيني ما عدا خلية البيضة، يطلق في هذه الحالة بهابلويد أبو غامي. النوع الثاني من الأبوماكسيس هو ريكارنت أبوماكسيس، في هذه الحالة يتكون الكيس الجنيني من خلية أمية الكيس الجنيني دون حدوث انقسام اختزالي، وتسمى هذه الحالة بجنريتيف أبوسوري، أو يتكون الكيس الجنيني من خلايا في نسيج جويزة، وتسمى بهذه الحالة بسوماتيك أبوسوري، حيث تكون الخلايا في الكيس الجنيني حاول على نفس العدد من الكروموسومات الموجودة في خلايا النبات الأم، بذلك فتكون تركيب الوراثي مشابه النبات الأم. فإذا تكون جنين من خلية البيضة فتسمى العملية عندئذ بالدابلويد بارثينوجينيسيس، أما إذا تكون جنين من خلايا أخرى داخل الكيس الجنيني فتسمى العملية بالدايبلويد أبو غامي. تحدث هذه الحالة في بذور أنواع عديدة عائدة إلى الجنين إلى الجنس اليوم وغيرها، وقد تحدث هذه العملية دون الحاجة إلى تلقيح كما في النوعين التي ذكر سابقا، وقد يكون التلقيح ضروريا لتشجيع تكوين جنين كما في بعض الأنواع العادية جنس مرس. النوع الثالث من الأوبوماكسيس هو الفيجيتيتيف أوبوماكسيس، في هذا النوع من الأوبوماكسيس في بعض النباتات يحل محل الأزهار المتكونة عن النبات بصيلات أو أجزاء تكاثر خضرية، هذه الأجزاء تنبت وهي لا زالت متصلة بالنبات الأم، كما في بعض الأنواع العادية جنس اليوم وأنواع من الآجار وبعض أنواع الحشائش. والنوع الأخير من ظاهرة الأوبوماكسيس هي الأدفينتيف أمبريوني، أي الأجنة العربية، في هذا النوع يتكون جنين من خلايا موجودة في نسيج الجويزاء أو من أغلفة البويض، ويعرف هذا النوع بسبوروفايتيك بادينج، وهو شائع الحدوث في بذور الحمضيات، حيث تتكون الأجنة من خلية أو مجموعة خلايا في نسيج الجويزاء خارج الكيس الجنيني، والأجنة الناتجة يطلق عليها بأجنة نيوسلدية أو الأجنة العربية أو الأجنة الخضرية. لظاهرة الأوبوماكسيس فائدة كبيرة في مجال إكثار النباتات البستنية، ومن هذه الفوائد أولا يمكن الحصول على نباتات متشابهة مع النبات الأم عن طريق زراعة البذور الحاوية على أجنة متكونة بهذه الطريقة. ثانيا في بعض النباتات تستخدم الشتلات الناتجة من أجنة نيوسلية لتجديد السلالة الخضرية أصيبت بالتدهور بسبب إصابتها بالأمراض الفيروسية، وكما هو معروف أن العديد من الأمراض الفيروسية لا تنتقل عن طريق البذور، لذلك تكون الشتلات الناتجة من زراعة البذور خالية من هذه الأمراض، وقد استعملت هذه الطريقة في تجديد السلالات الخضرية في الحمضيات. ثالثا تكون الشتلات الناتجة من أجنة نيوسلية الخضرية أو العرضية متجانسة في نموها مقارنة بتلك الناتجة من أجنة جنسية، وبذلك يمكن الحصول على أصول متجانسة
في النمو وانعكاس ذلك في استخدامها لعمليات التطعيم وأكثر النباتات على مدار أو على مدى واسع. وعلى الرغم من كثرة الأجنة في البذور متعددة الأجنة والذي قد يصل إلى 30 جنين أو أكثر كما في بعض أنواع الحمضيات، فإن عدد قليل من هذه الأجنة يصل إلى الحجم الكامل بسبب التنافس الذي يحصل على الغذاء داخل البذرة ما بين تلك الأجنة. وكنتيجة لذلك فإن عددا قليلا من هذه الأجنة ينمو إلى شتلات عند زراعة البذور، وقد تعطي البذرة شتلة نوسلية واحدة أو أكثر بدون نمو جني جنسي، إذ أن هنالك بعض الأسباب التي تدفع إلى الاعتقاد بأن الجني الجنسي في البذرة يكون أضعف من الأجنة الخضرية فيها، وبالتالي تكون فرصته للنمو أقل. وذلك ومن هذه الأسباب هي أولا أن البويضة المخصبة التي ستكون الجني الجنسي تبدأ بالانقسام بعد أن أصبحت الأجنة النوسلية مكونة من عدة خلايا. ثانيا أن وضع الجني الجنسي عند قمة الكيس الجنيني يجعله في مكان أقل ملائمة لاستقبال الغذاء اللازم من الحزمة الوعائية وللحصول على الفراغ للامتداد المقارنة من الأجنة النيوسلية. ثالثا الشتلات الناتجة من الجين الجنسي كانت ذات تركيب وراثي أقل ملائمة للنمو الجيد. وفي مجمل هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرت سابقا يعتقد بأن الأجنة الخضرية أو النيوسية أو العربية يكون فرصتها للنمو أكبر من الأجنة الجنسية. ويمكن تلخيصها أو إعادتها بأن البيضة المخصبة ستكون الجين الجنسي تبدأ بالانقسام بعد أن أصبحت الأجنة الخضرية أو العرضية مكونة من عدة خلايا. وضع الجين الجنسي في قمة الكيس الجنيني يكون في مكان أقل ملائمة لاستقبال الغذاء والحصول على الفراغ اللازم للامتداد أو النمو قياسا بالأجنة النيوسلية أما الشتلات الناتجة. وأخيرا الشتلات الناتجة من الجين الجنسي تكون أو كان ذات تركيب وراثي أقل ملائمة للنمو الجيد. بعد أن تعرفنا على أنواع البذور وهي بذور واحدة الأجنة وبذور متعددة الأجنة، وتعرفنا على أجزاء البذرة بشكل عام، وتعرفنا على ظاهرة تعدد الأجنة وظاهرة الهوموكسيس، يمكن الدخول إلى عنوان آخر هو سكون البذور Seeds Dormancy. في بعض النباتات وتحت ظروف معينة قد تنبت البذرة وهي لا زالت متصلة بالنبات الأم، يطلق على هذه الظاهرة بظاهرة الفيفي باري، وتحدث في أشجار المانغروف وفي بعض أنواع نباتات الأقوار، إذ ينبت الجنين وهو متصل بالنبات وينتج بادرات ذات مجموع جذري جيد. تسقط هذه البادرات وتنمو في الوسط الموجود تحت النبات الأم، لكن يلاحظ أن بذور أنواع أخرى من النباتات لا تنبت على الرغم من كونها حية ومتوفر الظروف البيئية الملائمة لأنباتها. يطلق على هذه البذور اسم البذور الساكنة Dormant Seeds. وبذلك يمكن تعريف سكون البذرة هو عدم قدرتها على الإنبات رغم ملائمة الظروف البيئية الملائمة لإنباتها من درجة حرارة وماء وتهوية وظروف وسط. ويعد السكون عبارة عن تكيف تطوري لتأخير الإنبات لحين توفر الظروف البيئية الملائمة لإنبات البذرة والتطور اللاحق للبادرات بعد إنبات تلك البذرة. لسكون البذور في الأنواع النباتية المختلفة العديد من الفوائد، ومن هذه الفوائد هو أولا تأخير إنبات البذور لحين أن تصبح الظروف البيئية ملائمة للإنبات، وهذا التكيف يعتبر مفيد لظروف المناطق المعتدلة، إذ أن السكون في مثل هذه البذور يتطلب ظروفا باردة ورطبة أي ظروف الشتاء قبل أن تنبت البذور في الربيع. ثانيا يعد السكون مهما للأنواع النباتية البرية التي تعيش في الصحراء، إذ أن هذه البذور لا تنبت إلا بعد تساقط الأمطار وبكميات كبيرة تكفي الإنبات وتؤمن النمو اللاحق للبادرات. ثالثا يؤدي وجود السكون إلى تكوين ما يعرف بالسيد سبانج أي مصرف البذور، إذ أن هذا المصرف يضمن عدم إنبات بذور النوع النباتي الواحد في سنة واحدة، وهذا يعتبر بمثابة تأمين للسنين التي لا يحدث فيها تكوين الإزهار أو الثمار بسبب العوامل البيئية. وأخيرا يؤدي وجود السكون في البذور إلى مزاماة الإنبات في وقت معين من السنة، وهذا يؤمن أن الشتلة الناتجة من البذرة تمتلك الوقت الكافي للنمو لكي تكون في مرحلة مناسبة من التطور لمواجهة ظروف الشتاء. أي بالمجمل يمكن إعادة فوائد السكون وتأخير الإنبات لحين توفر الظروف البيئية الملائمة، تأخير الإنبات في ظروف المناطق الصحراوية لتساقط كميات كبيرة من مياه الأمطار تكفي للإنبات وتؤمن النمو اللاحق، إضافة إلى ذلك ضمان عدم إنبات بذور النوع النباتي الواحد في سنة واحدة
وهذا يعتبر مثابة التأمين السيني التي يحدث فيها إزهار أو ثنوسر أعمال بيئية. أضاف إلى ذلك وأخيرا هو مزامة الإنبات في وقت معين من السنة، أي أن الشتلة الناتجة من إنبات البذرة تمتلك الوقت الكافي لكي تكون في مرحلة مناسبة من التطور لمواجهة ظروف الشتاء. يطلق على السكون في البذرة أثناء نموها وتطورها وبلوغها بين قوسين نضجها عن النبات بالسكون الأولي primary dormancy، وهذا النوع من السكون هو الأكثر شيوعا في بذور النباتات. والإنهاء هذا النوع من السكون لابد من حدوث تغيرات فسيولوجية معينة داخل البذور يطلق عليها تغيرات ما بعد النضج، ويطلق على هذه الفترة تحدث فيها هذه التغيرات بفترة ما بعد النضج اللي هي after ripening period. أما إذا فشت البذرة بالإنبات بعد كسرها السكون الأولي، أي بعد تعرضها لفترة ما بعد النضج لسبب ما ودخلت مرة ثانية في السكون، ففي هذه الحالة يطلق عليه بالسكون الثاني secondary dormancy. إذ أن السكون الثانوي هو عدم حدوث إنبات البذور بعد إنهاء فترة سكونها الأولي وأصبحت مهيئة للإنبات، وخلال فترة الإنبات تتعرض لظروف بيئية غير ملائمة مما يؤدي إلى دخولها في السكون مرة ثانية. أما ظروف البيئة تسبب هذا النوع من السكون هي درجات الحرارة المرتفعة، قلة الأكسجين، الفشل في توفير الضوء الملائم للبذور التي تتطلب إنباتها توفر الضوء أو تعرضها لظروف الشد المائي. أسباب سكون البذور، هناك عديد من الأسباب تؤدي إلى سكون البذور. أهم هذه الأسباب الرئيسية هي أولا صلابة غلاف البذرة، ثانيا وجود مواد كيميائية مثبطة للإنبات في أغلفة البذرة أو الجنين نفسه، وجود أجنة أثرية أو عدم اكتمال نضج الجنين، ورابعا الحاجة للمعامل بدرجات حرارة معينة. نأتي إلى السبب الأول هو صلابة أغلفة البذرة. تعتبر حالة السكون بسبب صلابة أغلفة البذرة أحد أهم العوامل الرئيسة التي تبقي بذور أنواع عديدة من النباتات في حالة السكون، فيكون السكون ناتج عن صلابة أغلفة البذرة بسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية، هي عدم النفاذية للماء، عدم نفاذية الغازات، منع نمو وتمدد الجنين ميكانيكيا. هذه الأسباب قد تكون مفردة أو مجتمعة. نأتي للسبب الأول الذي ناتج أو الذي يسبب سكون البذرة، هو بسبب صلابة أغلفة البذرة هو عدم النفاذية للماء. أن عدم نفاذية أغلفة البذرة للماء يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي تبقي بذور أنواع عديدة تعود إلى عوائل نباتية التالية في حالة السكون، ومنها البقولية، الخبازية، الكنية، الجيرانية، الرمرامية، العليقية والباذنجانية، حيث يكون الجنين في هذه الحالة خامل ولكن يكون موجود داخل غلاف غير نافذ للماء. يمكنه أن يبقى البذور في مستوى واطئ من الرطوبة لعدة سنوات حتى في درجات الحرارة الدافئة، كما هو الحال في بذور الجد والبرسيل وفي بذور الروبيني والأكاسيا. إذ أن عدم نفاذية غلاف البذرة للماء يعود بالدرجة الأساس إلى وجود طبقة من خلايا السكلارينكيمية ذات جدران خارجية مشبعة بمادة اللجنين ومغطاة بطبقة شمعية وطبقة ميليكيوتيكل في غلاف البذرة. إذا هذا هو السبب الأول لسكون البذور الناتج عن صلابة أغلفة البذرة، هو عدم النفاذية للماء، ويكون سبب رئيسي له وجود طبقة من خلايا السكلارينكيمية ذات جدران خارجية مشبعة مادة اللجنين ومغطاة بطبقة شمعية وطبقة ميليكيوتيكل في غلاف البذرة. نأتي إلى الشق الثاني من سبب السكون الناتج عن صلابة أغلفة البذرة، هو عدم نفاذية أغلفة البذرة للغازات. في أغلب الأحيان تكون أغلفة البذرة غير نافذة للغازات على الرغم من أنها تكون نافذة للماء، وقد يكون عدم النفاذية أما إلى غاز الأكسجين أو إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون أو إلى الكليهما معا، وفي أكثر الحالات شيوعا لعدم نفاذية. يكون سبب السكون هو عدم نفاذية أغلفة البذرة إلى الأكسجين، حيث هذه الحالة يمكن ملاحظتها في بذور الحسك أو اللزيج إكسانثم، إذ تحتوي الثمرة على بذرتين أحدهما علوية والأخرى سفلية، تختلفان هاتين البذرتين في قابليتهما على الإنبات، إذ تنبت البذرة السفلى بسهولة قياسا بالبذرة العليا، وقد وجد أنهما يختلفان في حاجتهما للأكسجين، إذ تحتاج البذرة العليا إلى كمية أكبر من الأكسجين لكي تنبت قياسا بالبذرة السفلى. كما لوحظ أن الجنين المعرى في النباتات المخروطية كالصنوبر وغيرها
يتطلب كمية أكسجين أقل لكي ينبت مقارنة بالبذور الكاملة، ويعتقد أن كثرة الأكسجين يسبب أكسدة بعض المواد المثبطة للإنبات الموجودة في غلاف البذرة. السبب الثالث الناتج عن سكون البذور الناتج عن صلابة أغلفة البذرة هو منع نمو وتمدد الجليم ميكانيكيا. وجد أن غلاف البذرة يكون هو أحد أسباب السكون، أو أنه يكون السكون يسبب سكون جزئيا. وبصورة عامة فإن امتصاص الماء من قبل البذور سيولد قوة كافية لكسر غلاف البذرة بعد إنبات الجنين. أغلفة البذرة في الجوز وبعض الفاكهة ذات النواة الحجرية قد يكون لها تأثير في تأخير الإنبات، ولكنها ليست السبب الرئيسي للسكون. ومن الصعوبة الإشارة إلى أن غلاف البذرة الصلب هو سبب رئيسي لعدم الإنبات، إذ تشترك عوامل أخرى أيضا في أداء هذا السكون. إلى هنا انتهينا من سكون البذور الناتج عن صلابة أغلفة البذرة الذي يشمل عدم نفاذية الماء وعدم نفاذية الغازات ومنع نمو وتمدد الجنين ميكانيكيا. السبب الثاني لسكون البذور هو وجود مواد كيميائية مثبطة الإنبات في أغلفة البذور أو في الجنين نفسه. في هذه الحالة تم استخلاص العديد من المواد الكيميائية التي تعمل كمثبطات للإنبات في البذور العديد من أنواع النباتية. تتكون هذه المواد أثناء نمو وتطور الثمار والبذور، وقد تتجمع في الثمرة أو في غلاف البذرة أو في الجنين. وهناك نوعين رئيسيين من هذه المواد. النوع الأول يشمل النواتج الأعراضية للعمليات الحيوية التي تجري بداخل النبات وتكون وجودها طارئا ولكن تتحكم بعملية الإنبات. أما النوع الثاني هي الهرمونات النباتية التي تتواجد بشكل طبيعي في النبات، والتي لا تتحكم فقط في الإنبات وإنما تتحكم بنمو وتطور النبات بصورة عامة. كما وجد أن العصير الموجود في الفاكهة اللحمية أو في اللحم نفسه لتلك الفاكهة يثبط بقوة إنبات بذورها، وتحدث هذه الحالة في الحمضيات الفاكهة ذات النواة الحجرية كالمشمش وغيرها، التفاح، الكمثرى، العنب والطماطم. يحتوي العصير الموجود على مواد فينولية عديدة منها كفايك أسيد والفيروليك أسيد وغيرها. هذه المواد الفينولية تسبب تثبيط إنبات بذور تلك الثمار. كذلك تحتوي أغلفة الثمار الجافة على مواد مثبطة الإنبات كما هو الحال في البنجر والخردل وغيرها. في بذور البنجر تحتوي على مواد محررة للأمونيا تتدخل مع عملية الإنبات عند إجراء فحص الإنبات مختبريا، ولكن عند زراعة هذه في الحقل فإن هذه المادة تغسل أو تمتص من قبل حبيبات التربة، ويعتبر حمض الأبسيسك أسيد من أكثر المواد المثبطة للإنبات شيوعا في البذور العادلة عديد من أنواع النباتية العادلة على الوردية. السبب الثالث للسكون هو وجود أجنة أثرية أو عدم اكتمال نضج الجنين. يسبب وجود الأجنة الأثرية وهي تكون موجودة في بذور بعض أنواع النباتية حالة السكون، إذا يكون الجنين في تلك البذور عبارة عن كتلة من الخلايا غير متمايزة، وفي هذه الحالة لا تنبت تلك البذور إلا بعد اكتمال النضج ونمو الجنين، وهذا يتطلب معاملتها بدرجة حرارة معينة من أجل تحفيز نمو الجنين. رابعا السبب الآخر لسكون البذور هو الحاجة إلى معامل بدرجات حرارة معينة. تحتاج بذور أنواع عديدة من النباتات إلى تعريضها لدرجات حرارة معينة قبل أن تزرع تحت درجات حرارة مناسبة، وتعرض هذه البذور أما لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة. ولكي تستجيب البذور إلى المعامل بدرجات حرارة لابد أن تكون مشربة بالماء، وعادة تكون درجة حرارة مثل المعامل في البذور التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة هي 2 إلى 7 درجة مئوية، وتعرف معامل البذور بدرجات الحرارة المنخفضة وبوجود الرطوبة بالتنضيد البارد وهو cold stratification. ولضمان نجاح هذه العملية لابد من توفر الشروط التالية: تشرب البذور بالماء، التهوية، تعريض البذور لدرجات حرارة لفترة ملائمة. مراحل سكون البذور: تقسم حالة السكون في البذور إلى 4 مراحل متميزة، وهي المرحلة الأولى مرحلة الحث Induction phase. من المعروف أن السكون والإنبات في البذور مسيطر عليها من خلال التوازن الموجود بين المواد المحفزة والمواد المثبطة للإنبات، وفي هذه المرحلة تكون نسبة المواد المثبطة للإنبات عالية بينما تنخفض نسبة المواد المحفزة. فعلى سبيل المثال في المراحل الأولى من نمو بذور الكرز توجد تراكيز عالية من المواد المحفزة للإنبات، لكن بتقدم نضج الثمار وتوقف نمو الجنين تنخفض نسبة المواد المحفزة للإنبات وترتفع نسبة المواد المثبطة. المرحلة الثانية هي مرحلة بقاء السكون maintenance phase. خلال هذه المرحلة تكون الفعاليات الحيوية في البذور
واضحة جدا، والتوازن الموجود بين المحفزات والمثبطات يكون لصالح المواد المثبطة للإنبات، وبقاء حالة السكون يكون بسبب وجود مواد داخلية مثبطة تسبب توقف جزئي أو توقف بعض الفعاليات الحيوية. المرحلة الثالثة من مراحل السكون هي مرحلة القدح (trigger phase). في هذه المرحلة يتغير التوازن بين المواد المحفزة للإنبات والمثبطة لصالح المواد المحفزة، ويتم ذلك بواسطة عامل يعرف بعامل القدح، وقد يكون هذا العامل كيما ضوئي (photochemical) كما في البذور تحتاج إلى ضوء لكي تنبت، ويكون هذا العامل حراري كيميائي (thermochemical) كما في البذور التي تحتاج المعامل بدرجات حرارة معينة لكسر طور السكون فيها. عامل القدح يكون ضروريا لبدء الإنبات ولا حاجة لوجوده باستمرار. أما العامل الثاني فيعرف بعمل إنبات (germination agent) فيكون وجوده ضروريا لاستمرار عملية الإنبات. أما بالنسبة للمرحلة الأخيرة من سكون البذور هي مرحلة الإنبات (germination phase). خلال هذه المراحل المبكرة من هذه المرحلة تكون البذور قد تشربت الماء وأصبحت أغلفتها لينة، وهو الشرط الأساسي لإنبات البذور، إضافة إلى حدوث تميق (hydration) للبروتوبلازم، ويحدث الإنبات عندما تكون الظروف ملائمة. وخلال هذه المرحلة تزداد الفعاليات الحيوية وفعاليات الإنزيمات وسرعة التنفس، وتلعب المواد المحفزة للإنبات دورا مهما من خلال تنشيط هذه الفعاليات. بعض الإنزيمات تقوم بتحويل المواد المعقدة إلى حالة أبسط. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.